الحلقه بعد كده هنا هنا مودستي بيستلم تحت ضغط المدافع وهنا موقفه سليم يا جبلال. نشوف هنا لحظه الاستلام، هنلاقي هنا لاعب من المدافعين هنا المغطي، اذا هنا كان موقفه سليم في البدايه، وبالتالي هنا الهدف هدف سليم لوسام ابو علي، وهنا تميز الحكم المساعد ايضا ما فيش فيه تسلل. دول حالتين مهمين جدا يا كابتن، اهم حالتين في المباراه. هروح لامين عمر يا كابتن ماهر يا كابتن اسامه. كل اختبارات الصندوق نجح فيها ليه؟ في تركيز، في توقع، في تواجد في الحدث، مركز جدا جدا امين عمر النهارده. هنشوف بقى الحالات اللي جايه. هنا هدف سليم، هدف اسام، هدف سليم واسيست من موديست رائع جدا جدا. شوف هنا الحاله دي مهمه قوي قوي. يمكن انا بقول لامير، هو هنا بيجيب رامي بيقول له تعالى رامي عشان خاطر يعني ايه، رامي بيعترض على المخالفه، وهنا امين عمر بيجيب اللاعب ونقول لعبه ممكن نعديها ونتكلم على طول ونلعب ونستأنف في اللعب، مش محتاج ان انا اتكلم فيها كتير يا كابتن ايمن، بس نقول لك تعالى اللاعب. طب اللاعب ما جالكش، طب اللاعب يا كابتن ماهر انت قلت له تعالى وما جاش، الوضع ايه؟ صح، ولكن انا بنقول هنا نحذر ونستأنف في اللعب افضل. نشوف هنا اللعبه دي مهمه جدا، نشوف هنا اللعبه اللي جايه ديت، وهل في مخالفه ولا مفيش مخالفه، وهل في تسلل ولا مفيش تسلل. نشوف هنا 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 اللاعب هنا كابتن اسامه السيد حكم مساعد رقم 2. شوف هنا استلام كهربا، هنا اللاعب اللي ناحيتنا رقم 8 هنا مغطى بلال، وهنا التمركز للحكم المساعد اسامه السيد، تمركز هايل جدا جدا، وحاله من الحالات المهمه اللي هي حاله تسلل عند المساعد اسامه السيد. اللي بعد كده نشوف هنا حاله جايه مهمه جدا جدا. نشوف امين عمر جه فين. هنا امين عمر قريب جدا 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 كابتن بلال، وخد القرار ان هنا مفيش مخالفه. هنرجع للحاله ونشوف هل في مخالفه ضد طاهر من المدافع زد. نشوف هنا تنافس عادي مفيش فيه اي حاجه خالص يا كابتن، وهنا السكوت. انا شايف ان استمرار اللعب كان قرار صحيح لحكم، لا توجد مخالفه، وبالتالي هنا حتى اللاعب جدا. انا قلت لك النهارده كابتن ماهر بص، عندما يكون الحكم في تمركز جيد يا كابتن حشيش صحيح، تعرف ان القرار بنسبه 90% هيبقى بزرق. قرار صح. في لقطه صحيح. بس وحيده انا كنت عايز اتكلم فيها. طب هو تقريبا تحركاته كلها هايل، بس في كوره خبطت في الكابتن امين عمر وظهره هو كان صح. ليه بقى؟ ما انا كنت عايز اسال بس، بص هو وقفته صح كده؟ هو صح ليه؟ هو هنا في التحضير يا كابتن بلال كابتن حشيش، الحكم بياخد سبرنت عشان خاطر الكره بتتلعب في التلت الهجومي. ايوه هو واخد تحركه صح بالظبط، الكره بقى هي اللي راحت، ده الكره رايحه فيه لان هو كان ماشي صح. دي التحركات اللي بنقولها للحكام يا كابتن ايمن. طبعا هايل انت في السؤال ده، مهم جدا عشان خاطر حتى الناس اللي بتتفرج تعرف ان الحكم ما كانش مخطئ في هذه الحاله. نروح بعد كده الحاله اللي جايه ونشوف نفس الحاله هنا كابتن. هنا نشوف هنا عمر كمال وسكوت. هو فين؟ اقف بس، نقف 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 نقف، يلا نمشي نمشي. هات لي الزاويه الثانيه اللي هي الامين عمر بيتكلم على التمركز، معلش سامحني. ونشوف هنا هو بص كده عمل سبرنت ازاي حشيش، شايف راح وصل فين بالزبط. عشان يفتح نفسه زاويه عشان يروح في المكان. هو ده الحكم الشاطر يا كابتن ايمن، هو ده الحكم الشاطر. جه فين؟ بينه وبين الكره تقريبا 6 7 يارده، قال العب ومفيش مخالفه، وفعلا كان قراره صحيح مفيش مخالفه، واستمر اللعبه كان قرار صحيح من الحكم امين عمر. دي اختبارات الصندوق اللي احنا بنتكلم فيها، نجح فيها تماما يا بلال هذا الحكم المتميز النهارده بامانه في هذه المباراه. الحاله بعد كده هو نشوف هنا على طول لم يتردد تماما، المخالفه موجوده، وهنا بيدي انذار ليه؟ هنا نشوف احنا هنا لاعب النادي الاهلي عدى وهيعمل هجمه او هيعمل حاجه، هنا في تهور موجود وفي تعطيل هجوم واعد، البطاقه مستحقه وانذار صحيح. هنا لم يتردد بصراحه النهارده، كان قراراته كلها كانت نموذجيه امين عمر فازع. هنا برضك شوف الحاله، ورغم ان الايد رايحه في الوش مستخبيه حشيش صحيح، شوف انها الايد رايحه في وش اللاعب الاهلي مستخبيه، لكن هو نتيجه التركيز شايف ان تستحق مخالفه والمخالفه قريب. انت معايا يا اسامه؟ قرار صحيح. شوف هنا الايد في الوش ازاي، هنا مفيش كلام خلاص، دي فيها انذار يا كابتن بلال. هنا اشهر البطاقه الصفراء في بطاقه مستحقه للاعب. الحالة اللي جاية هنا بعد كده نشوف هنا هل في مخالفة لمس الكرة بيد؟ عشان كده بنتكلم في انه ايه؟ نجح تماما في اختبارات الصندوق. هرجع تاني كده، هنا الايد يا كابتن مضمومة كابتن بلال صح. شوف هنا الايد مضمومة في الجسم، أولا مش عاملة حيز في الجسم، مش طالعة من الجسم، وبالتالي هنا خلى القرار يتواصل. يعني النهارده أمين عمر ما احتاجش للفار في أي حاجة يا كابتن. هنا لاعب الكرة بتصطدم في إيديه اللي هي في وضع طبيعي، وبالتالي هنا كان قرار سليم مفيش مخالفة لمس الكرة. هنا في شاد، خلاص الشد احنا عرفناه، يبقى ده معيار الحكم.
اي حاجه تيجي بهذا الشكل يا كابتن ايمن يبقى فيها انذار. هنا على طول انذار لم يتردد، قرارات سريعه وحاسمه وموفقه من الحكم، ونشوف هنا القرار مستحق هنا بالشد، والشد موجود والقرار كان قرار صحيح. بشكل عام اللي احنا قلناه قبل المباراه، ودي كانت رؤيتنا الحمد لله في طاقم التحكيم، قدم مباراه كويسه كابتن ايمن. يعني نتمنى امتياز كابتن عمر، انا شايف امتياز كابتن بلال النهارده. اختبارات الصندوق ثلاث حالات داخل الصندوق لم يلجا الى الفار، خد قراراته بنفسه، وبالتالي كمان الحكم مساعد سمير جمال النهارده كان هايل. وفي نفس الوقت يا كابتن بنشكر الفار بقى كمان. انا ما اتكلم الفار، والفار النهارده كمان جاب لنا الخطوط واضحه كابتن ايمن. تسلل واضح، تسلل وكهرباء كان فوق التسلل. بشكل عام طاقم التحكيم بالكامل زي ما قلنا قبل المباراه هم ادوا مباراه طيبه، اتمنى هذا الاداء التحكيمي يكون في المباراه اللي جايه كابتن اسامه يوم الاثنين، يكون في تحكيم كويس والمباراه تعدي بشكل كويس. شكرا جزيلا كابتن ناصر، شرفتنا وكل سنه وحضرتك طيب. شكرا كابتن.